موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. السيناتوران الجمهوريان ماركو روبيو وجيمس ريتش يقدمان لمجلس الشيوخ مشروع قانون مناهضة التطبيع مع سلطة الأسد لهذا العام، والذي يهدف إلى تمديد العقوبات الحالية على سلطة الأسد. إصابة 3 مدنيين بقصف مدفعي لقوات الأسد استهدف بلدة آفس بريف إدلب الشرقي. الدفاع المدني السوري يعلن إصابة 7 مدنيين بينهم طفلان في شمال غربي سوريا أمس الأربعاء جراء 6 حوادث سير بسبب انزلاق وانحراف للسيارات. فرعا الأمن السياسي والعسكري التابعان لسلطة الأسد يزيلان عبارات ضد الأسد وروسيا وإيران على جدران بلدة الهامة بريف دمشق، وينفذان حملة مداهمات على المنازل القريبة. أهالي ناحية الشجرة بريف درعا الغربي يناشدون في بيان لهم إنقاذ ما يزيد عن 30,000 نسمة من جائحة التهاب الكبد الفيروسي. السلطات القبرصية تفرج عن طالب لجوء سوري بعد سجنه لمدة عام بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.